أعود إلى الشقة الثانية، سؤال سي منصف الذي يتعلق كيف يمكن إسقاط التجربة الاقتصادية المثلى أو المثالية كما نشاهدها في أوروبا على الأقل أو في أمريكا أن نسقطها على التجربة المغربية؟ أنا اليوم تنقل واحد الحاجة اللي هي مباشرة وعلى المباشر، ما يمكننا نطوروا كرة القدم المغربية غير إلى دزنا المرحلة الاحتراف، ماشي ديال اللاعبين، لأن هذا السيفوزي القجاع يمكننا نقولوا بأنه دار واحد العمل جبار باش يوصل له، ولكن العمل اللي خصنا نديروه الآن هو ندوزوا الاحتراف بالنسبة للمؤطرين وبالنسبة للمسيرين ديال الجمعيات. الاحتراف ديال المسير مبني على حاجة واحدة، وأنه الجمعيات تكون مسيرة اليوم من طرف شركات، هاد الشركات هذه عندها مستثمرين التي حطوا أموال واللي تتكون فيه المحاسبة والشفافية بالنسبة للتسيير ديال أي مؤسسة. ما يمكنش اليوم حنا دزنا من 2.5 مليار سنتيم إلى 10 المليار سنتيمات كميزانية ديال الفرق الكبار المغربية ونكملوا التسيير ديالنا كيف تيقولوا بالمغربية بالشكرة، تنبيعوا ونشريوا في اللعبة، تنبيعوا ونشريوا بطريقة اللي هي غير شفافة وبطريقة اللي هي بناء على لا كونتابيليتي ديال الجمعية وديال ماشي مؤسسة. إلا ما كانتش شركات بلي كوميسير أو كونت اللي يمكن لهم يحلوا الأرقام، ما غيكون أي مستثمر في كرة القدم المغربية. وكان عدد كبير ديال المجموعات ديال المؤسسات الاقتصادية اللي مستعدة دير واحد الانفستيسمون اللي هو مهم بالنسبة لكرة القدم المغربية، وعدد كبير من الرؤساء تنعرفهم شخصيا تيقولوا لي بأنه طونك إن يا با ترانسبارونس الشفافية ما غاديش نستمروا. كيفاش يمكننا نوصلوا حتى حنا اليوم من 10 ديال المليار ديال السنتيم الى 30؟ وهذا الكلام لما كنت وزير كنت قلته، قلت له انا الهدف ديالي هو انه في الخمس ستة سنوات القادمه خمسه ديال الانديه المغربيه تدوز بواحد الميزانيه من 2-3 المليار الى 5-8-10 المليار. ولما كنت قلت هذا ذاك الكلام كانوا عدد الناس والاخوان الصحفيين تيقولوا هذا تيحلم. لا ما حلمتش، اليوم كاين 3-4 ديال الانديه اللي تيتمشاو ب 10 المليار. الهدف ديالنا هو انه نوصلوا 3-4 الانديه المغربيه من 10 الى 30 مليار في العشر سنوات القادمه. كيف؟ نعم. بطريقه واحده هو الشركات والمؤسسات دي سوسيتي بور جيري لي كلوب دو فوتبول.